صحيح أن كوكبنا يدعى الأرض إلا أن سطحه مكون بمعظمه من المياه، فالمياه تتدفق بداخلنا وهي القوة الدافعة للطبيعة بأسرها. المياه هي الغذاء، الازدهار، الطاقة والحياة. منذ عصور طويلة كانت الأساس لغذائنا، لكن الكثيرون اليوم محرومون من المياه في حين يعتبرها آخرون من المسلمات. التوسع الحضري السريع والنمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ تعرض الموارد المائية للإجهاد، وما نأكله وكيفية إنتاجه يؤثران على توافر المياه ونوعيتها. من خلال تحويل النظم الغذائية يمكننا تحسين كفاءة المياه وحماية محيطاتنا ومجاري مياهنا. فلنحمي معا مياهنا ولنبني مستقبلا مستداما. المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.